في البداية بس شوية رجع على تروكانتريك أنستاموسيس. تروكانتريك أنستاموسيس قلنا اللوكيشن مالتها وين تصير؟ تصير نير ذا تروكانتريك فوسي at the greater trochanter. هاي هنا فإت إز فورمد باي أنستاموسيس باي وات ديسيندينج برانش مال سوبيريال جلوتيال الانفيريال جلوتيال ارتري and ascending branches مال lateral وميديال femoral circumflex. إن superior والinferior جايات من ال internal iliac و ال lateral circumflex medial circumflex جايات من ال profunda femoris اللي هو branch مال femoral artery اللي هو continuation مال ال external iliac. وهذني provide the male blood supply to the head of the femur. عندنا كروشيت انستموسيس، هاي هنا صايره باعوها ياتا كروشيت انستموسيس. It's situated at the level of the lesser trochanter of the femur. انتبه زين. Together with the trochanteric anastomosis provide connection between internal iliac and femoral artery. هذا الانترنال iliac، هذا كمان iliac. هذا الانترنال ايرياك شوفوا الابتريتر ارتري برانش من عنده باعوا هذا الاكسترنال ايرياك جوا الانجوانال ليجامنت هسه نحكي عليه بعدين يتحول اسمه الى فيمورال وهذا البرانش مالته اللي يسموه بروفندا فيموريس قلنا بعض الكتب شو يكتبون يكتبون ديب فيمورال ارتري هو اسمه بروفندا فيموريس اذا هذا كمان ايرياك هذا انترنال ايرياك هذا اكسترنال الياك من الانترنال الياك تعالى بتريتر تبعه الاكسترنال الياك جوا الانجوانال ليجامنت يتحول اسمه الى فيمورال الفيمورال عنده برانش اسمه بروفاندا هذا البروفاندا ذا البرانشات مالته الاسندنج الاترال وميديال سيركمفلكس زين اذا وين صار الكروشيات انستموسيس ات ذا ليفل اوف ذا لسر تروكنتر اوف ذا فيمر توجذر With the trochanteric anastomosis provide connection between internal iliac femoral artery. هاي من البرانشات مالته من يسمون الانترستموسيس descending هذا باعوا هذا descending branch مال inferior gluteal artery descending branch بعدين منو ascending branch هاي تبعوا هذا ascending branch مال first perforator هذا perforator هذا profunda هذا perforator ascending branch of first perforator artery مال بروفندا وبعد منه transverse branches مال الميديال واللاترال circumflex artery اذا صار عندنا كروشيت انستموسيس تروكانتريك ارتري انستموسيس هذين الاثنين هين اللي يسوون كونكشن بين internal iliac femoral arteries وذين التروكانتريك انستموسيس هي المين بلس سبلاي تو ذا femoral نكمل نرجع على الثاي خلصنا الجلوتير ريجين هسه ننزل للثاي بالعربي يعني الفخذ الثاي ناخذ الفيشل كومبارتمنت مال الثاي نشوف اول مره شلون تصير هاي الفيشل كومبارتمنت نبدا اليوم ناخذ الباك اوف ذا ثاي الكومبارتمنت ات ذا باك اوف ذا ثاي يسموه الهامسترينج كومبارتمنت نحكي على السكين كوتيرس ديب سوبرفيشيا فازل ولمفاتيك نحكي على الكونتنت مال الكومبارتمنت مال الهامسترينج اللي قلنا كل كومبارتمنت بيها مسلز بيها فازلز بيها نيرف بيها لمفاتيك المسلز مال البوستير كومبارتمنت ان البايسبس فيموريس سيمي تندينوسيس سيمي ممبرينوس اند سمول بارت اوف ذا ادكتال ماجنس الفازل هو برانش مال بروفندا فيمرس ارتري النير هو الساتك بعدين راح نحكي على فرونت والميدل اسبكت اوف ذا ليك راح ناخذ اليوم بس السكن يعني على الكوتينس نيرف والسوبرفيشال فيز والسوبرفيشال انجوينال ليف نود ونحكي على السوبرفيشال فيشي والدي فيشي مال الثاني هي شلون تصير كومبارتمنت مال الثاني اكو 3 facial septa pass from inner aspect of the deep fascia of the thigh to the linear aspa of the femur.
مو عنده سوبرفيشال فيشيا وعنده ديب فيشيا. من الديب فيشيا اكو 3 فيشيال سبتم. وين تروح؟ تروح للفيمر، تتصل وين؟ باللينيا اسبرا، قسمت التاي الى 3 كومبارتمنت، posterior, medial and lateral. Each compartment we have muscles, vessels and lymphatic. اول كومبارتمنت نحن ناخذها هي الهامسترينج كومبارتمنت. هامسترينج كومبارتمنت صايره وين؟ بالباك مال التاي. اذا نجي على السكين، الكوتيلا سيف مالتها هو البوستيريور كوتينس نيف اوف ذا تاي، ا برانش اوف ذا ساكرال بلاكسس، ليف ذا هاي جلوتير ريجن، ليف ذا جلوتير ريجن فروم بينيث ذا لوور بوردر اوف جلوتيوس ماكسيموس، فالديسند اون ذا باك اوف ذا تاي beneath the deep fascia and press it supply the skin. إذا الكوتينس نيرف مال posterior aspect مال الثاي من هو؟ posterior cutaneous nerve of the thigh. المين روت مالته هو S2 من السكرال 2، يعني root nerve S2، هذا S2 posterior cutaneous nerve of the thigh. وقلنا هذا branch من sacral plexus. شوف sacral S2 sacral leave the gluteal region، يطلع من beneath the gluteus maximus و descend the back of the thigh جوا الديب فيشيا، بعدين يزروا في الديب فيشيا ويزود السكين. superficial veins مال هاي compartment posterior compartment منهم small curve around medial and lateral. هذا medial وهذا lateral aspect of the thigh. وين تروح ذن الفينات الصغيرة؟ تروح لجراس سافينانس فين بس هناخد اليوم. اذا اخو small veins من medial lateral aspect منها الدرين، وين تروح؟ للجراس سافينانس فين. الليمفاتيك مال posterior aspect of the thigh وين درين؟ into vertical group of superficial inguinal fluid. Superficial guanin fluid بها horizontal و vertical group. The posterior aspect مال الثاي وين تروح؟ لل vertical group of the superficial inguinal lymph node. The content مال هاي compartment قلنا muscles اللي هي biceps femoris، هياتها biceps femoris، semi tendinosis، semi membranous and part of the adductor magnus. Adductor magnus عضلة كبيرة، قسم من عدها يروح بالميديال كومبارتمنت ويقسم بالبوستير كومبارتمنت. النيرف سبلاي هو السياتيك، حياته هذا الاصفر هو السياتيك. البرانشز الارتري والفازلز منين يجن؟ من الفيم بروفندا فيمورس. نحكي على السياتيك نيرف. الديسنت ان ذا ميد لاين، سعفناه من الجلوتيال ريجن، descent in the midline، هاي midline، في ال posterior compartment of the thigh، and by divided into common peroneal، common peroneal and tibial nerve، باعوا هذا tibial nerve و common peroneal nerve. Usually هذا definition وين يصير؟ Usually just above the popliteal fossa. Just above the popliteal fossa, and sometimes you see high in the gluteal region, rare, but variation in the gluteal region. And then it descend in the midline, posterior compartment of the thigh, and by dividing into common peroneal and tibial artery. When have the definition, the termination, you see. التيرمينيشن يصير بال above the popliteal fossa، هاي المنطقة، هذا مني جوينت، هذا المفصل الركبة، خلف هاي الفوسة يسموها popliteal fossa. وبي قلنا articular وبي
برانشات بارتيكولار برانش للهيب والني، بمسكولار برانش يقدمني المسلز الهامسترنج مسل بايسبس متندنوسس من ممبرينس، ويعطي الاسكيال بارت مال الادكتر ماجنس كان الادكتر الموجود بالهامسترنج جروب يعطيها، ويعطي تيرمينال برانش تي بي ال اند كامبير. الفيسلز مال هاي كومبارتمنت هي برانشز اوف بروفاندا فيمورس، فور بيرفوريتنج برانشز اوف ذا بروفاندا فيمورس ارتري which provide rich blood supply to the compartments. هذا الإليوم وهذا الإسكيوم، هذا الإسكيوم توبروسيتي. شوفوا على الإسكيوم توبروسيتي أكو 3 فاسيت، واحدة تطلع معدها سيمي تندنوسيس، والثانية سيمي ممبرينس، والأخيرة هي بارت من الأدكتر ماجنس، الإسكيال بورش مع الأدكتر ماجنس. فمن نشوف بالإسكيال توبروسي من وراء من الخلف نشوف ذني الفاسس، ذني هنا الأوريجين مع الهامسترينج مصل. فأول مصل هي سيمي ممبرينس، سيمي ممبرينس، هاي المصل سيمي ممبرينس. الأوريجين مثل ما قلت لكم بالفاسيت on the ischial tuberosity، طلعت لكم الصورة شوفوا هاي فاسيت on the ischial tuberosity. إذن من الفاسيت الاسكيال tuberosity تجي الانسيرشن وين؟ posterior medial. شوف هسه عند باع من وراء، هذا اللاترال، هذا البايسس فيمورس، وهذا الميديال. Posterior medial aspect of the tibial condyle. خلصنا هذا الفيمال، هنا tibial condyle. تجي وتروح للposterior medial aspect مال من؟ مال التibial condyle. Posterior medial aspect of the tibial condyle. منها يطلع tendineous expansion يعني tendon. واحد يروح upward. بعو واحد يروح upward هياته، واحد يروح upward. شوفي هاي السيمي ممبرينس، سيمي ممبرينس جاية وين؟ جاية للposterior aspect مال tibial condyle، يطلع من عندها من insertion مالتها يطلع upward tendineous expansion to the lateral femoral condyle. احنا باللاترال منا oblique popliteal ligament. شوف oblique popliteal ligament، ومن نفس المكان اكو downward شوف downward tendineous expansion يروح للsorial line على التيبيا، للتيبيا posterior كلها يسمو posterior. لا شو يسمو هاي popliteal fascia، بعياتها popliteal fascia، هاي cover the popliteus muscle، اكو هنا muscle. لان كلش مهمات الligament فينهن، لان ذن يسوون stability of the knee joint. يقول knee joint stable، ستذكروها متاخذون knee joint. إذن semi membranous الأوريجين من الفاسيت مال ischial tuberosity، الانسيرشن في posterior medial aspect of the tibial condyle، ومن ناحية يطلع tendineous expansion، واحد يروح upward lateral femoral condyle اسمه oblique popliteal ligament، واحد يجي downward على الsorial line مال tibia يسموها popliteal fascia over the popliteus muscle. الثانية semi tendinosis، يعني تقريبا هي كلها tendin تقريبا semi tendinosis. هذه من الأوريجين أيضا من الفاسيت مع ischial tuberosity. وين الانسيرشن؟ هي جت من الورا على الفاسيت، من توصل الني جوينت بالميديال سايد مو اللاتر، ميديال سايد تطلع على tibial condyle anteriorly upper part of the medial surface of the tibia. هنا أنا أخو three muscles يصير insertion مالتها، منهن الجراسيلس والسارتوريوس، وراهن تجي السيمي تندنوسس، واحدة ورا واحدة. جراسيلس أول واحدة، وراها السارتوريوس، وراها السيمي تندنوسس. إذن جاية من الفاسيت مال ischial tuberosity، راحت للأبر بارت مال medial surface of the tibia، وين behind قلنا three muscles tendon insertion. واحدة ورا ثانية، جراسيلس، سيمي تندنوسس، سارتوريوس، وبعدين سيمي تندنوسس.
Ascendant biceps femoris. هذه ثلاثة تو هيد. واحد من الفاسيت مال اسكيرتوبروسيتي مثل البقيه. فاسيت مال اسكيرتوبروسيتي. وعندها شورت هيد من اللينيا اسبرا. هذا فنت لاين موجود على البوستيري اسبكت مال الفيمر. من اللينيا اسبرا near the lateral lip and upper part of lateral supracondylar line of the femur. هذا اللينيا اسبرا near the lateral lip and upper part of lateral supracondylar line of the femur. هذا اللينيا اسبرا على البوستيري اسبكت مال الفيمر. بعدين يصير بالاخير يوصل فوق التني يصير عند الميديال واللاترال سوبراكوندايلر لاين. هاي منين تطلع؟ تطلع من اللينيا اسبرا near the lateral lip and upper part of the lateral supracondylar line of the femur. وين تروح؟ تروح للهيد include apex of the fibula. هاي الفيبيله باعوا الفيبيله. شوفوا شلون السيرش مالتها. للهيد include apex of the fibula. ماشي. Then the muscles كلهن الهامسترنج muscles السيمي تندينوسيس السيمي ممبرينس والبايسبس. مين السيرج النيرف سبلاي السياتيك نير. شنو الاكشن مالتها؟ هي باورفول فلكسرز اوف ذا ني. تسوي فلكشن مال الني لان جايات من ورا ومتصلات وين اللي قدام يجرلنا اللي قدام اللي ورا. اذا باورفول فلكسر اوف ذا ني and extensor of the hip, لأن ورا الهيب. And when the knee is flexed, the muscle can produce small amount of medial and lateral rotation of the knee joint. يعني من الني يكون بالفلكشن إنه يسوون medial rotation of the leg at the knee and lateral rotation. Medial هي semi membranous, semi tendinosis. Lateral هي long head مال اللاترال هي البايسبس فيموريس. تنشن ان ذيس ماسلز والريستريكت فلكشن اوف ذا هيب جوينت. الدنيا تقلصا الهيب جوينت فلكشن راح يكون ريستريكتد. ناخذ ذا فرونت فرونت والميديال اسبكت اوف ذا ثاي. هسه الهامستر بصل جروب خلاص الهامستر كومبارتمنت خلاص posterior aspect of the thigh خلاص أخذنا السكين وقلنا الكوتينس نيرف مالته منو posterior cutaneous nerve of the thigh هذا mainly S2. بعدين أخذنا الفينس قلنا ذني short medial lateral cave روح وين greater saphenous vein. واللمفاتيك قلنا تروح للvertical group مال superficial inguinal lymph node. خلصنا السكين قلنا عندنا جوا muscles اللي واحدة يسموها سيمي ممبرينس سيمي تندينوسيس وبايسس فيبرس. سيمي ممبرينس جاية من الاسكيال فاسيت. وين رايحة جوا؟ رايحة للبوستيريور مال التيبيو ومن ناخذ يطلع تو اكسبانشن. واحد بوستيريور اوبليك ليجامنت والاخ على الاوبليتيال فيش. السيمي تندينوسيس تروح anterior in front of the upper medial aspect of the tibia. اكو 3 تندين قلنا واحدة راس الليس ارتوريوس هنا وراهن ثالث واحدة. البايسس فيموريس ايضا يطلع من سكيلتوبروسيتي عنده 2 هيد. اللونج من سكيلتوبروسيتي شورت من اللينيا اسبرا من لاترال سوبراكوندايلر ريج. وين الانسيرشن بالهيد بالابكس مال الفيبولا. كل هن النيرف سبلاي سياتيك نير. كل هن يسوون فلكشن مال الني جويد واكستنشن اوف ذا هيب. ومن الني ان فلكس على الميديال سايد سيمي تندنوس سيمي ممبرينس يسوي الميديال روتيشن وعلى اللاترال سايد بايسبس مونس يسوي لاترال روتيشن. هسه نجي على الميديال اسبكت مال الثاي. ميديال اسبكت مال الثاي ناخذ كوتينس نير. عندي لاترال كوتينس نير اوف ذا ثاي بعياته لاترال كوتينس نير اوف ذا ثاي الروت مالته ال2 ال3. وعندي ميديال كوتينس نير اوف ذا ثاي هذا برايمال نير سبلاي ذا ميديال اسبكت اوف ذا ثاي. وعندي
intermediate cutaneous nerve of the thigh هو branch of the femoral nerve supply the anterior aspect of the thigh. إذا صارنا ثلاثة طاوع lateral cutaneous nerve of the thigh, cutaneous nerve of the thigh, intermediate cutaneous nerve of the thigh. زين. عندنا منو بعد؟ عندنا الفيمورال برانش of the genitofemoral nerve هياته. Femoral branch of the genitofemoral nerve. هذا الروت مالته L1 L2. Enter the thigh behind the middle of the inguinal ligament. هاي inguinal ligament. من anterior superior spine إلى pubic tubercle هياته. Inguinal ligament. Enter the thigh when? Enter the thigh in the middle. At the middle of the inguinal ligaments. Lateral cutaneous of the thigh, enter the thigh behind the lateral end. شوف lateral end of the inguinal ligament. Supply the skin over the lateral aspect of the thigh. وعندي ilioinguinal nerve أهياته. Ilioinguinal nerve. Enter the thigh through the superficial inguinal ring. هذه موجودة بالفيشي دي فيشي بعدها تاخذ صف ثاني. Through the superficial inguinal ring. Supply the skin مال root مال البنس وال adjacent part of the scrotum or the root of the glitoris and the adjacent part of the labia of the labia majors and females. Lateral cutaneous nerve of the thigh. يخش جوا inguinal ligament بال lateral aspect. يزود ال lateral aspect of the thigh and medial aspect. Medial cutaneous nerve of the thigh. هذا branch من femoral nerve supply medial aspect of the thigh. Intermediate cutaneous nerve of the thigh. هذا branch of femoral nerve supply the anterior aspect of the thigh. عندي femoral branch of the genitofemoral nerve enter the thigh behind the middle of the inguinal ligament. وعندي ilioinguinal nerve هذا enter the thigh through the superficial inguinal ring supply the skin over the root of the penis, adjacent part of scrotum, or the root of the clitoris and adjacent part of labia in female. عندنا patellar plexus. هاي patellar. Patellar هي صابونة الرضفة بالعربي. العامة يسموها صابونة. The patellar plexus of nerve lies in front of the knee. هذه هنا terminal branch مال lateral والintermediate والميديال كوتينس سيرف اوف ذا تاي والانفرا باتيلر برانش مال سافينس نيرف يسوون هنا انستموسيس نيرف هذا مو ارتري دي بالك مو ارتريال هذا بلاكسس بلاكسس باتيلر بلاكسس باتيلر بلاكسس اوف نيرف باتيلر بلاكسس اوف نيرف هنا صار ان فرونت اوف ذا باتيلر ايش راح يجيني منين Terminal branch, lateral cutaneous nerve of the thigh, intermediate cutaneous nerve of the thigh, medial cutaneous nerve of the thigh. We are having infra, هذا السافينس, infra, patellar branch of the سافينس nerve. شنو السافينس؟ هذا مو سافينس, شوف وياته, سافينس مكتوب. منو شو هذا السافينس؟ It's the largest cutaneous branch of the femoral nerve. خذ عليه جواب خط. Largest cutaneous A branch of the femoral nerve supply the medial aspect of the thigh. Supply the medial aspect of the thigh. شوف هاي جعلك هذا سافينس نيرف. Medial aspect of the thigh and the leg. الانتيريور ميديال اسبكت قلنا هسه حكينا احنا حكينا على النيرفز. وحكينا على الباترلال بلاكسس مال النيرف. الفينز مال الانتيريو ميديال السوبرفيشال فينز عندنا واحد يسموه جريت سافينس فين. جريت سافينس فين هياته هذا كله يسموه جريت سافينس فين. منين جاي؟ درين ذا ميديال اند اوف ذا دورسال فينس ارش اوف ذا فوت. هاي الفوت هذا الدورسال فينس ارش بع صوره اقرا الصوره دورسال فينس ارش اوف ذا فوت بالميديال اسبكت مالتها باس ابورد دايركتلي ان فرونت امام الميديال مالولس هاي العظمه بالانكل بالكاحل لو نزل ايدينا على الانكل ميديالي
الجهة الداخلية أخو عظمة، هاي يسموها ميديال مالولاس، هو البين وين يصير؟ anterior إلها قدامها. pass upward directly in front of the medial malleolus. بعدين pass through the lower part. يصعد فوق يصعد فوق. pass the lower part of the saphenous opening. شوف هاي saphenous opening وين جاي صايرة؟ صايرة جوا الانجوينال ليجامنت. سنحكي عليها. 4 سنتيمتر below the inguinal ligament. شوفها. فهو يجي من الميديال هذا التاب ميديال الدورسال فينس ارش من الميديال اند يطلع الفرونت قدام الميديال مالولاس ويصعد فوق وين ينتهي باس ثرو ذا لور بارت اوف ذا سافينس اوبننج وين صار السافينس اوبننج صار بالديف فيشيا وين يروح جوين ذا فيمورال فين يصب الفيمورال فين هاي السافينس اوبننج هي فد اوبننج في الديب فيشيا 4 سنتيمتر بلو اللاترال تو ذا بيوبك تيوبركل هاي البيوبك تيوبركل هنا 4 سنتيمتر بلو اللاترال تو ذا بيوبك تيوبركل زين شنو ميزات هذا الجريت سافينس بين؟ It possesses numerous valves B valves It connects to small سافينس فين سمول سافينس فين يصير على اللاترال اسبكت هو على الميديال اسبكت مال الليل على اللاترال اسبكت ات كونكت تو سمول سافينس فين باي 1 اور 2 برانشز ذات باس بيهايند ذا ني يعني اكو برانش من سمول سافينس تصب وين بالجريس سافينس اذا اول وحده بوسيسينج نيومرس بالز اثنين connect to small saphenous veins by one or two branches that pass behind the knee. هاي ميزات هذا الجريس سافينس فين. بعد شنو عنده؟ عنده number of perforating veins. connect the جريس سافينس فين هو الجريس سافينس وين؟ هذا superficial. مو قلنا superficial veins. connect هذا الجريس سافينس فين with the deep veins. اكو deep veins جوا بالمصل. اكو ديف فينز along the medial side of the thigh باعوا هذا الجريس سافينس اكو perforators بين connect the deep vein on the medial aspect of the thigh ويا الجريتال سافينس فين اذا ميزاته شنو possess numerous valves connect to small saphenous vein by one or two branches that pass behind the knee اكو numerous perforating veins connect the greater saphenous vein to the deep veins on the medial side of the thigh. اذا ذني الكونكتر مال الديب بيرفوريتر ذني الديب بيرفوريتر فيز اللي كونكشن سوى اذا صار بين اوبستراكشن راح البلود وين يبقى بالجريس سافينس فين شو يسموهن يسموها الفاريتوسيتي او يسموه دوالي شوف هذا سافينس بيفافس خلي الدم يصعد ما تخليه يرجع واكو عندنا الكونكتر بيرفوريتر بين الجريتر سافينس والديب ذني اذا سدن الفينز راح البلاد راح يرجع بالفين بالجريت سافينس فين وذني راح يدرنن ويكبرن ويسموه شنو يسموه دوالي فاريغوس فين هذا النورمال فين البلد يصعد بالفين للهارت هذا لا الفالف ما يشتغل عدل البرفريتر ما تشتغل طلع الفين رجع البلد للفين صار سكين بار والثين وول فين وسموها الفاريغوسيتي الدوالي بعدنا بالجريت سافينس فين قلنا انت ان ذا فيمورال فين وين بالسافينس اوبننج اللي هي اوبننج بالديب فيشيا 4 سنتيمتر بلو اللاترال تو ذا بيوبك هو هنا الجريت سافينس فين ريسيف 3 تريبيوتاريز اللي الفين يقولون عليه تريبيوتاريز الارتري يقولون عليه برانشز فهنا اخو 3 تريبيوتاريز الصبي اللي هي سوبرفيشال سيركونفلكس اياك فين سوبرفيشال ابيجاستريك فين
and superficial external pudendal veil. Superficial circumflex iliac veil, circumflex superficial epigastric veil, and superficial external pudendal veil. نهايةً superficial iliac, superficial pudendal, superficial epigastric. نهايةً بحاء نهايةً superficial epigastric, superficial circumflex iliac, and superficial external pudendal. ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. درين بالجراس سافيناس قبل ما يخش بال femoral vein. هيات superficial external pudendal, superficial epigastric, and superficial circumflex. بعد بيش فينا هذا الجراس سافيناس فين؟ When emergency resuscitation with the fluid is necessary. حادث صار حادث سيارة صار الفراكشر عند المريض صار عنده كسر صار عنده نزف فقد هواية من البلاد جينا نريد نخليه له كانيولا عم نعطيه فلويد نعطيه بلاد ما لقينا عنده فين لا بايده ولا برجله لانه مشوك شوك فالحاله شو تسوي؟ نروح على هذا الفين ستاندرد انترافينس اكسس كان نوت بي اتشيف ما نقدر يعني الفين كله قلص نروح على هذا البين ونسوي له سافيناس فين كات داون. اذا شنو الفائده الاخرى مال البين هذا؟ When emergency resuscitation within fluid is necessary. من عندي يعني emergency واحد مشوك اريد اعطيه فلويد اعطيه بلاد. Intravenous access cannot be achieved due to venous collapse. يعني هاي intravenous access بالايد بالرجل وين يخلون كانيولا بايده برجله ما يقدرون يعني كولابس شو نسوي لازم سافيناس فير كات داون ميبي نسيسري لازم عند اللذين جاي من الدورسال فينس ارش ميديال سايد عبر انتيريال ميديال مالولاس صعد فوق وصب بالسافي بالفيمورال فيل بالسافيناس اوبنينج وبي 3 تريبيوتريز قبل ما يدخل الفيمورال فين وقلنا بي فالفز وبي برانشز سجيله من البوستيريور من السمول سافينس فين وعنده عنده برفوريتر ويا الديب فين. هسه نجي على السوبرفيشال انجواينال فلويد. هاي صار من انجواينال ليجامنت لايز ان ذا سوبرفيشال فيشيا بلو ذا انجواينال ليجامنت سوبرفيشال انجواينال ليفنوت. وين صايره؟ بالسوبر عاد احنا اللي نحكي بالسوبرفيشال فيشيا مال انتيريو ميديال اسبكت. اخذنا النيرس اخذنا الفيز هسه نحكي على الليف نود. عندنا سوبرفيشال انجواينال ليف نود قاعده بالسوبرفيشال فيشيا بلو ذا انجواينال ليف نود بلو ذا انجواينال ليجامنت بها تو تايب هوريزونتال جروب وفيرتيكال جروب. الهوريزونتال جروب لاي جاست بلو اند بارالل تو ذا انجواينال ليجامنت. هاي انجواينال ليجامنت هو بارالل لها هذا الهوريزونتال جروب بها ميديال ممبرز وبها لاترال ممبرز. الميديال ممبرز ريسيف سوبرفيشال انفازول فروم انتيريور ابدومينال وول بيلو ذا امبلايكس يعني من جوا السره هاي السره يسموها امبلايكس اند فروم ذا بيرينيوم اليوريثرا والاكسترنال جينيتاليا بات نوت ذا تستس. التستس عميقه تروح للديب ليف نود and lower half of the anal canal. اعيدها عندنا بالسوبرفيشال انجواينال ليف نود اللي هي وين صايره؟ يم الانجواينال ليجامنت. عندي تو جروب سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال جروب لاي بيلو ذا انجواينال ليجامنت. هاي بيها تو جروب السوبرفيشال بيها هوريزونتال وبيها فيرتيكال. الهوريزونتال جروب اكو ميديال members ولاترال members. الميديال members من يجيها منين يجيها الفازلز؟ من الانتيريور ابدومينال وول بلو الامبلايكس من البرينيوم واليوريثرا والاكسترنال جينيتاليا بات نوت ذا تستس اند لور هالف اوف ذا انال كانال. اللاترال جروب منين يجيها؟ يجيها الليمفازلز فروم ذا باك بلو ذا ليفل اوف ذا الياك كريست. يجيها من الليمفازلز فروم ذا باك
below the level of the iliac crest. احنا قلنا gluteal region وين يروح الليمفاتيك؟ للاترال جروب اوف ذا سوبرفيشال انجوينال ليف نود. الهام سنترك مال الثاي وين يروح؟ يروح للفيرتيكال جروب. وعندي الفيرتيكال جروب، هذا الفيرتيكال جروب لاي along the terminal part of the saphenous vein. هذا ال terminal part of the saphenous vein قبل ما يصير بالفيمورال فين. Receive majority منين يجيها؟ من ال superficial vessels of the lower limb. إذا superficial inguinal lymph node horizontal و vertical. ال horizontal بها medial members و lateral members. ال medial members منين يجيها؟ من الابدومينال وول بدول الامبلايكاس، من الكستينال جينيتاليا بات نوت ذا تستس، من لور انال كانال، اللاترال من الباك بلو ذا الياك كريست، قلنا جلوتير ريجين اللاترال جروب مال سوبرفيشال جوانا اللي فلوت. الفيرتيكال جروب بعد الونج ذا تيرمينال بارت اوف ذا جريتر سابينس سوبرفيشال فيشن. منين تجي الليمفاتيك؟ تجي من الماجورتي اوف ذا سوبرفيشال لينفازلز اوف ذا لور superficial. من superficial inguinal lymph node lymph vessels join deep inguinal lymph node. اللي وين قاعد هاي deep inguinal lymph node lies along the medial side of the femoral vein. بعدين through the femoral canal to the lymph nodes along the external iliac artery. إذا الإفرنت الطالعة من السوبرفيشال انجوينال ليف نود، الليمفاتيك الطالعة من السوبرفيشال انجوينال ليف نود تروح جوين ذا ديب انجوينال ليف نود. اللي وين قاعدة ديب انجوينال ليف نود؟ قاعدة على الميديال سايد مال الفيمورال فين، ميديال سايد، هذا الميديال سايد أو ذا فيمورال فين. ذن الاثنين عبرا من الفيمورال كانال، بعدين ناخذ الفيمورال كانال وين يرحل؟ يرحل للليف نودز along the external area. Lymph nodes along the external area. احنا لازم نعرف كل superficial lymphatic ذني follow the vein. الديب تروح لل follow the artery. فوين تروح ذني؟ تروح لل lymph node along the external iliac artery. Superficial follow the vein. ناخذ السوبرفيشال فيشه مال الثاي، سوبرفيشال فيشه اوف ذا ثاي. شوف هذا الجريتر سافينس، شوف ذنين انا الليف نود قلنا عليهن، قلنا سوبرفيشال انجوينال الليف نود، سوبرفيشال انجوينال جلاند ترانسفيرس اوبلي وفيرتيكال. شوف هذا الجريتر سافينس خش الاوبنينج تحول الى هذا الاوبنينج سافينس اوبنينج 4 سنتيمتر بلو اند ميديا تو ذا بيوبك تيوبركل. وين خش؟ الفيمورال فين. السوبرفيشال فيشيا مال الثاي يعني جوا السكن عندي سوبرفيشال فيشيا تو لاير، واحده يسموها الفاتي لاير وواحده يسموها الممبرينس لاير. الفاتي لاير اوف ذا سوبرفيشال فيشيا يسموها كامبرس فيشيا. السوبرفيشال فيشيا مال الانتيريال ابدومينال وول جايه من الابدومين يسموها كامبرس فيشيا. Extend when into the thigh and continue down the over the lower limb. إذا من أريد أقرأ أقول superficial fascia of the thigh. عندي أنا أقول الفاتي لير، الفات فاتي لير. فاتي لير مال superficial fascia مال abdominal wall anterior abdominal wall سموها الكامبرس fascia. Extend into the thigh and continue downward over the lower limb. لكن الممبرينس لير مال السوبرفيشال فيشيا اوف ذا انتيريور ابدومينال وول من الابدومين. السوبرفيشال ممبرينس لير يسموها سكاربس فيشيا اللي تجي من الانتيريور ابدومينال وول and extend into the thigh is attached to the deep fascia مال الثاي يسموها فيشيا لاتي. فيشيا لاتي هي الديب فيشيا مال الثاي. Well attached about four fingers beneath the inguinal ligament. هاي inguinal ligament أربع أصابع جواها راح يصير attached إليها. عيدها. أنا عندي
الابدومينال وول انتيريور ابدومينال وول بي تو لاير مال فيشي فاتي لاير اي اكستند تو ذا وول لينث اوف ذا لوور بس الممبرينس لاير من تخش بالثاي اباوت فور فينجر اتاش وين تروح للديب فيشي اتاش وين للديب فيشي سو رابتشر اوف بينايل يوريثرا اذا صار واحد عنده مثلا انجري للبيلفيس قار اكسيدنت فراكشر بيلفيس وصار عنده انجري لليوريثرا اليوريثرا يعني الاحليل فبالحاله البلاد وين راح يتجمع راح يتجمع بالبيريو وبالسكروتوم ما ينزل للثاي if there is rupture of penile urethra which may follow extravasation of urine يعني الدرار يطلع التبول يطلع وين يروح يتجمع التبول يتجمع بالسكروتوم بالبيريوم بالبنس لكن ما ينزل للثاي ليش لانه الممبرينس لاير ما سوبرفيشال فيشا اوف ذا انتيريور ابدومينال وول which extend to the thigh is attached to the deep fascia four fingers below the inguinal ligament راح تحصره ما تخليه ينزل للثاي ما تخليه ينزل للفخذ راح يحصل بالبرينيال اريا لانه الممبرينس لاير ما نازل على طول الثاي لا four finger below the inguinal ligament راح تصير attached to the deep fascia of the thigh اللي يسموها الفاشيلات الديب فاشيا مال الثاي يسموها الفاشيلات it enclosed the thigh like a trouser مثل البطلون its upper end is attached to the pelvis and is associated ligament فوق متصلة وين متصلة بالبيلفس والليجامنت اليمين وعندنا هنا هاي opening اللي يسموها saphenous opening is an oval opening in the deep fascia of the thigh 4 cm below and lateral to the pubic tubercle it transmits شو تعبر هاي تعبر لgreat saphenous vein great saphenous vein بنعبر بها وروح للفيمورال فين شو تعبر بها small vessels اللي هم منهم superficial epigastric artery و superficial external pudendal artery وبعد شو تعبر تعبر الفيمورال برانش ما جينيتو فيمورال اللي قلنا يزود الجينيتاليا وبعد شو تعبر تعبر اللينف فيسلز حياتها بقى هاي صورة واضحة هنا هذا greater saphenous opening تعبر السافينس great saphenous vein وتعبر small vessels اللي هي superficial epigastric artery و superficial external pudendal artery وتعبر النيرف اللي هو النيرف اللي يسموه genital branch of the femoral branch of the genitofemoral nerve وتعبر lymph vessels هيات طبعا الصورة هنا artery و vein وهذا النيرف واللمph vessels كلها تعبر من هاي الopening it is full تتغطى loose connective tissue يسموها كريبريفورم فيش وهاي دي فيش is attached to the wall length of the inguinal ligament above هي مثل البطرون على طول الثاي والليك ومتصلة فوق وين بالبيلفيس بالانجوانال ليجامنت قاعدة وين بالدي فيش مال الثاي 4 سنتيمتر بلو ان لاتر دو دي بيوبو توبركل شو تعبر باعوا عصورة تتذكرون كريترز saphenous vein, small arteries, external superficial epigastric, superficial external pudendal, وتعبر نيرف هو femoral branch of the genital femoral nerve و lymph vessels. هاني خلصت ان شاء الله المحاضرة. و ايش